مثلا اول ساعتين بس بيحل فيهم 10 اسئله. الباقي بيحل اللي هو يعني بيحل بالبركه كده يعني صعوبه الاسئله. ومشكله يعني مثلا لو واحد جاب مثلا 30 سؤال صعب بس معانا 3 ساعات كلهم، الحاجه الصعبه مع الوقت بنعرف نحلها، لكن دوت 3 ساعات و50 سؤال اللي بنبقى زي السباق يعني ما عايزين نخلص باي طريقه، بناخد من ورا ومن قدام عايزين نخلص باي طريقه. يعني انت بالنسبه لك الامتحان كانت مشكلته في التوقيت ولا كانت مشكلته ان في اسئله خارج اطار المنهج او اسئله مش موجوده يعني؟ هو في المنهج بس مش متدربين عليها. تمام، مش متدربين عليها خالص. يعني اول مره تشوفوا الاسئله ديت او اول مره تقابلكم الاسئله ديت بالمستوى العموم يعني؟ هي صعبه. تمام، هي قابلناها بس هي صعبه يعني فوق المتوسط، مستوى الامتحان فوق المتوسط. طيب رايك ايه يعني، شايفين بعض زميلاتك من الطلبات خارجين في حاله انهيار وحاله بكاء، ايه مدى تعليقك عن يعني المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي كلنا؟ اتعودنا يعني، ده كل امتحان كده. طيب بتتمني الامتحانات اللي جايه يعني بتوجهي رساله لوزاره التربيه والتعليم، بتتمني الامتحانات اللي جايه تبقى في مستوى ايه يعني مدى المستوى اللي انا نفسي مثلا ان هو يقللوا الاسئله وبخلي الوقت هو بس يقللوا الاسئله. كان حلمك تدخلي ايه وعقب الامتحانات دلوقتي يعني شايفه ان انت تدخلي ايه؟ اللي يجيب ربنا كله حلو يعني. كان حلمك تدخلي ايه؟ انا نفسي ادخل ابقى دكتوره يعني كليه علوم، ادخل كليه علوم بقى قسم اشعه وتحاليل. ربنا يوفقك ان شاء الله. في